المهم نبلش جلوكو رينيز بريكورسر اوف بروتو جلايكون كونجكشن جلوكو كورنر. شنو معنى هالكلام؟ يقول لي انه بالكبد عندي اليورونيك اسيد، هذا اليورونيك اسيد راح يحفز عمليه تحول الجلوكوز الى جلوكورونيك اسيد، اوكي، اللي هو شنو؟ الاسكوربيك اسيد، ما عدا الانسان، اوكي، and other species which absorb ascorbate is vitamin. يقول لي بشكل عام انه بالكبد يتحول عندي مسار اللي هي نسميها اليورونيك اسيد باثوي، هذا شيء يسوي وياي يحول الجلوكوز الى شنو؟ الى جلوكورونيك اسيد او اسكوربيك اسيد، ما عدا الانسان والحيوانات فبالنسبه لهم الاسكوربيت هو عباره عن فيتامين مو حامض. من اقول لك اسيد يعني معناته حامض، بالنسبه للانسان وبعض انواع الحيوانات هذا يعتبر فيتامين، اوكي. هو ايضا يعتبر طريقه يعني بديله لعمليه اكسده الجلوكوز، اوكي، بدل ما اني اكسده فهذا يعتبر طريقه بديله له. هنا ايش يقول لي؟ لايك بنتوز او لايك البي بي بي دازنت ليد، هذه الخطوه ايضا ما تكون لي الاي تي بي. هنا الجلوكوز 6 فوسفيت هذا المحصله النهائيه مال تشبيه، هذا دا يقول لي راح يتحول الى يو تي بي، وهذا اليو تي بي راح يكون لي يو دي بي، وهذا اليو دي بي بواسطه الفوسفور او البايرو فوسفورليز as occur in glycogen synthesis، المحصله النهائيه مالته شنو؟ المحصله النهائيه مالته جلوكورنيت. هسه واحد يقول انا كل شيء ما افتهم، انت اقول له باوي وياي هنا على المخطط وانت راح تفتهم. شوفوا لي هنا المخطط، شوفوا طلاب، انت هنا بالحالة الاعتيادية كنت الجلوكوز تحول إلى شنو؟ بايروفيت بالتحلل السكري. بالدورة الثانية تحول الجلوكوز فوسفيت إلى رايبلوز وغليسرالدهايد وفركتوز. هنا ايش دا تسوي؟ هنا انت دا تحول الجلوكوز على مود تطيك شنو بعدين؟ جلوكورنيت، اوكي. شلون جاي تتحوله؟ تتحول الجلوكوز 6 فوسفيت الى جلوكوز 1 فوسفيت، وهذا الجلوكوز 1 فوسفيت راح تحوله الى يو دي بي، اوكي. وهذا اليو دي بي مالتك هنا طبعا هو اكو خطوه هنا نعالسها، ان هي قبل اليو دي بي انت عندك يو تي بي، وهذا اليو دي بي تتحوله الى جلوكورونيت، اوكي. قبلها حولته الى يوريدين دايفوسفيت نفسه هو اليو دي بي، اوكي، وهنا انا حولته الى دي جلوكورونيت عن طريق انزيم. هنا أنا اول انزيم اللي هو الفوسفو جلوكوميوتيز، ثاني انزيم اللي هو البايرو فوسفورليز، وهنا انا دي هيدروجينيز. اللي عليك انت شلون تحفظ الانزيمات باو علي. هنا أنا اول وحده فوسفو جلوتامينيز، اتذكر ان هو يتبع الست فوسفات، راح يسهل لك بالحفظ. فوسفو جلوكوميوتيز الانزيم اللي بعدها اثنيناتهن يو دي بي جي اي، يو دي بي جي اي، بس اول واحد بي بايرو ثاني واحد ما بي بايرو، اول واحد فسفورليز ثاني واحد دي هيدروجينيز. احفظ وياي، انت اول شيء قلت لك بما انه هي فسفور فهي شنو؟ فوسفو جلوكوميوتيز، وثاني وثالث واحد قلت لك هي يو دي بي جي اي سي، اوكي. اول واحد عندك فوسفاتيز فوسفورليز العفو، ثاني واحد دي هيدروجينيز، وهذه هي المحصلة اللي يقول لك انه انت هنا مدى تنتج اي تي بي، اوكي، انت هنا مدى تحصل على مركب اليو دي بي، وهذا اليو دي بي راح يساعدك بعملية البروتيوغلايكان او رياكشن اوف ستيرويد. هذا دا يقولكم انه خطوة اليو تي بي بشكل عام او اليو دي بي، هذا راح يفيدني الهرمونات الثانية مثل البيلورابين وغيرها، وكذلك راح يفيدني number of drugs are excreted in urine or bile as glucuronide conjugate. هذا ايش يقول هنا؟ انا شوف ماكو شيء يخلق عبثا، انت اول تحلل للجلوكوز حصل الطاقة، ثاني تحلل ساعدك انه انت ترتبط بمكونات ثانية بالجسم، هذا ايش راح يساعدك؟ هذا العديد من الهرمونات بالجسم، والادوية لازم تتحول على شكل جلوكورنويد على مود تطلع ويا الادرار او تطلع عن طريق عصارة الصفراء. وشون تتحول الى الجلوكورنويد؟ عن طريق انه هي تمر بهاي الدورة. زين
نجي هنا هذا الجلوكارنيت is reduced to go to L-gluconate indirect precursor of ascorbate, those animals capable of synthesizing this vitamin. إيش ده يقولي هنا؟ ده يقولي إنه هذا الأسكوربيت أو الجلوكارنيت راح يتحول إلى جلوكونيت، أوكي، على مود بعدين شين طيني ينطيني أسكوربيت بالحيوانات اللي عندها القابلية على إنه هي تصنعني الإنزيم. أعيد لك المعلومة بشكل سريع، الجلوكارنيت اللي أنت استوك حصلته من العملية راح تحوله إلى شنو وياي؟ تحوله إلى جلوكونيت، وهذا الجلوكونيت راح يصنع لي الأسكوربيت. زين شنو الأسكوربيت؟ هستونا حكينا عليه فوق إن هذا هو الفيتامين اللي وين موجود؟ موجود بالإنسان. الإنسان ما عنده أسكوربيك أسيد، عنده شنو مكانه؟ عنده مكانه فيتامين اللي هو الأسكوربيت، أوكي. وهذه طبعاً بعدين هذه راح تصير عندها القابلية على إنه هي تصنع الفيتامينات الثانية. ليقول لي هنا NAD pH dependent reaction in human begins other ferment. ليقول إنه بالإنسان أكو طرق ثانية لتكوين الناد مو بس هاي. مثال عندنا خنازير غين يشبيها والخفافيش وبعض الطيور والأسماك. الأسكوربيك أسيد cannot be synthesized. ليقول لي شوف احنا قلنا ليش الساعة انه الاسكوربيك اسيد ما موجود بالانسان وبعض الحيوانات الثانية. هنا انا اجي اذكر لكم الحيوانات الثانية شنية؟ خنازير غينية، الخفافيش، الطيور والاسماك، هذني ما يحتون على الاسكوربيك اسيد. ليش؟ لانهم يفتقرون الى وجود انزيم الجلوكا لاكتون اوكسيديز، اوكي. هذا الجلوكالاكتون أوكسيديز هذا مهم أثناء الدورة، ومثل ما تشوفوا عندكم هنا بالمخطط هذا الجلوكالاكتون اللي هو هنا، هذا الجلوكالاكتون شغلة كلش فعالة راح تتحول إلى كيتو جلوكالاكتون وتطيني الأسكوربيت. زين إذا الإنسان شوفوا هنا ايش يقولكم بلوك إن هيومن وهنا بلوك إن جينيا بيكس، يعني هنا الإنسان وهذين الحيوانات يفتقرن إلى هذا الجلوكالاكتون. فمعناتها شنو؟ معناتها إنه هذه العملية مدى تتم ومدى يكون لي أسكوربيت هنا. زين which is the decarboxylated xylose to the L-xylose and is converted to D-isomer by NADH dependent xylitol. وهذه العملية كلها metabolism into a phosphate. شوف دي يقولكم انتو بعد هاي العملية ايش دي يصير عندي؟ هسا بسبب افتقارها هي بالاصل لو موجودة شان راح يصير؟ شان راح يتحول الكيتو، اوكي، ويصير العملية decarboxylated. decarboxylated يعني شنو؟ يعني ننزع من عنده CO2 وبعدين راح نحوله الى زايليتول، وهذا الزايليتول بعدين